وأثناء مشاركتها في هذه المنظمة الأبداس للسيدات الأول لأفريقيا، فقد تناولت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في كلمتها عدة مسائل، من أهمها تعليم البنات والتحديات التي تعيق تطوير المرأة الأفريقية. الترجمة عن مرشات مرة أخرى. Les défis en matière de développement sont importants pour l'Afrique et pour la région du Sahel. Certes, la région enregistre un recul rapide de la mortalité infantile. التحديات المتصلة بالتنمية مهمة لأفريقيا ومنطقة الساحل، ومن المؤكد أن المنطقة لديها الانخفاض السريع في معدل الوفيات، وزيادة على ذلك يجب علينا التحاق الفتيات بالمدارس. ومع ذلك يجب أن نكون جاهزين وواعيين لمواجهة كل التحديات التي تواجه منطقتنا حاليا، حيث نستطيع التحول إلى الوضع الديمقراطي. وبطبيعة الحال أطلب من أخواتي السعي بكل القوى لتوجيه المجتمعات للتوجه على التعليم وخلق فرص عمل، وهذا الشرط له حجم لا يخلو من المشاكل، خصوصا أن دولنا تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية حقيقية. ولذلك فمن المهم أن تتخذ الإجراءات اللازمة لعكس هذه الاتجاهات لضمان مستقبل زاهر وتنمية مستدامة والتعليم والصحة والعمل لبناء شعوبنا. ونحن نعلم تماما أن الاجتماعات في العائدات الديمقراطية وتمكين المرأة لها معنى خاص وتتناول قضايا واقعية. سيدات الأول، نحن بحاجة في تعزيز العمل ونطاق التنمية وتمكين المرأة بشكل ملموس، فمن الضروري مراجعة دوريات الإجراءات المتخذة على أرض الواقع للتحديات الرئيسية التي تواجه برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وبرامج المدرسة للفتيات والنضال ضد برامج العنف القائم على نحو الجنس. ونحن في تشاد حتى الآن قمنا بتنفيذ عدد من الإجراءات الحاسمة كحظر الزواج القاصرات وإقرار الجمعية الوطنية لمشروع إعادة النظر في قانون العقوبات التشادي الذي يعاقب كل أنواع العنف القائم على نحو الجنس وفقا للبنود القانونية الدولية، كما هو الحال في الإجراءات التشريعية لإقرار قانون الأحوال الشخصية والأسرة، بالإضافة إلى هذه التدابير التشريعية وبالقانونية، وبالإضافة إلى هذه التدابير التشريعية والقانونية في المجال العائدات الديمقراطية والتكامل في رؤيتها للعام 2030. سيداتي سادتي، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على ألف خير.